انتظار وأمل بعد أمل ينتظر شباب محافظة ذي قار، الشباب الذي اتجه منذ سنتين إلى الشوارع والساحات للتظاهر من أجل توفير فرص عمل ومكافحة الفساد المالي، إذ تفيد مصادر خاصة للتغيير عن زيادة مخيفة في العاطلين عن العمل بعد الركود الاقتصادي الذي ضرب البلاد، فيما يناشد الشباب محافظ ذي قار الجديد عبد الغني الأسدي معولين عليه آمالهم. حقيقة كما نطلب من الحكومة المركزية صرف أفراد مفردات البطاقة التموينية، كذلك صرف رواتب العاطلين عن العمل وبقية الموظفين. الأسدي الذي لم يدخل للحظة لديوان المحافظة وما زال بعيدا عن الإعلام، إذ ينتظر الأهالي نشاطه هنا يعيد للذاكرة نشاطه في الحرب على داعش، لكن المعنيين حسب قولهم ينتظرون أفعال للمحافظ، ناهيك عن حزمة الإصلاحات التي توعد بها الأسدي عند تكليفه محافظا لذي قار. رسالتنا اليوم احنا كشباب ذي قار، رسالتنا للسيد محافظ ذي قار السيد عبد الغني الاسدي، نطلب من السيد عبد الغني الاسدي مثل ما قدم تضحيات في معركه داعش وحرر المناطق المغتصبه من قبل داعش، نريد اليوم يقدم فرص عمل للشباب، ينهض بالواقع الخدمي للمحافظه، ويا ريت ان شاء الله هذه الرساله توصل للسيد عبد الغني الاسدي. لا عاطلين لا عماله، كله بالواسطات، زين العامل هذا ابو الخلف الله واسطه. نريد لنا هسه مبارك عاطلين، العادل عبد المهدي هم سجلنا وكل شيء ماكو، اجى شو اسمه العبادي سجلنا وماكو، وين نروح؟ وتبقى الامال معقوده على السيد الكاظم بدعم المحافظ المكلف الجديد عبد الغني الاسدي، والذي تعهد الاخير بانتشاء لواقع المحافظه المرير وتقديم الفاسدين ماليا واداريا الى العداله. لقناه التغيير ايهاب الخفاجي الناصريه.